عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد دواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. استمع مجلس الوزراء إلى توجيهات سمو الشيخ أحمد دواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حافظه الله للجهات الحكومية كلا فيما يخصه بضرورة تسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ المرافق العامة والخدمات في مدينتي المطلع وصباح الأحمد وكل ما من شأنه تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواطنين، ومن منطلق اهتمام ومتابعة تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية والترفيهية بالدولة. فقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعاون الجهات الحكومية لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المشاريع التنموية والترفيهية بالبلاد. وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، كلف مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة الدكتور جاسم محمد استاد باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة بيئة تنموية وتعليمية، وذلك بتوفير كافة احتياجات المباني التعليمية وصيانتها. وبمناسبة فض دور انعقاد العادي الأول للفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة والذي تم في الجلسة الختامية لمجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما على توجيهاتهما السامية وحرصهما على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما في خير ومصلحة ورفعة شأن البلاد. كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم وتنسيقهم مع الحكومة، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة العديد من الإنجازات والعمل المثمر بين السلطتين لمزيد من التعاون والشراكة في تحمل أعباء المسؤولية مع مجلس الأمة، وذلك ضمن إطار الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس الأمة. وأشاد مجلس الوزراء بدور اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية التي قامت بتحديد أولويات المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين، مؤكدا على دعم اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية لمواصلة جهودها مع أعضاء مجلس الأمة استعدادا لإقرار التشريعات التي تهم الوطن والمواطن في دور الانعقاد المقبل.